طيب في الجزء الثاني من المحاضرة بنحكي عن طريقة ثانية للاستنتاج، طريقة ثانية للاستنتاج اللي بنسميها rules of inference. rules of inference يعني أنا بدل ما أستخدم enumeration method اللي هي بدها وقت طويل، بدي أحاول ألقى طرق ثانية للاستنتاج. إحنا الآن قدامنا الرولز هذول تسعة، أنا بدي أعلمكم تسعة رولز، إذا بتطبقوهن تقدروا تعملوا استنتاج. ورولز سهلة. أول رول اللي بنسميها المتسبنونس اللي هي بتقول لي إنه إذا عندي if b then q وعندي b بقدر استنتج إيش؟ q. مثلا if today is Friday then today is holiday، وكمان عندي today is Friday بقدر فعلا استنتج انه today is a holiday. هاي الطرول نسميها المضاس كنونس. هاي اول رول. رول الثاني اللي نسميها مضاس طولونس، انه اذا انا if b is q، اذا بعرف انها b is q وبعرف انه Q not Q، شو بقدر استنتج؟ طلع if today is Friday then today is holiday، today is not holiday معناها today is not Friday، بقدر استنتج انه today is not Friday او بقدر استنتج not P. اذا اول رول كانت المودس بونينيس if B is Q وعندي P بقدر استنتج Q. المودس تولونيس if B is Q if B then Q وعندي not Q معناته not B. هذولا المودس تولونيس والمودس بونونيس والمودس تولونيس. الثالثة اللي هي generalization، انه اذا انا عندي P، اذا انا بعرف انه today is Saturday، شو بقدر استنتج؟ او بقدر أقول، أو في شيء بمنعني أقول إنه today is Saturday or today is Sunday. فإذا عندي P بقدر استنتج P or Q. ما هي هاي لما هاي بتكون صحيحة، الجملة هاي كلها بتكون صحيحة، فبتأثرش على التروث تبع الجملة اللي بحاول استنتجها. هاي انا بعمل generalization، انا ما اثرت على التروث، انا بقدر، فيش اشي بمنعني، يعني it is valid to say هاي الconclusion if today is Saturday، بجوز من كثر ما هي بسيطة الناس تستغرب منها. if today is Saturday بقدر استنتج منها انه today is Saturday or today is Sunday. طيب اذا بعرف انه P and Q بعرفها، بعرف انه today is Friday and today is holiday، بقدر استنتج شغلتين، بقدر استنتج منها today is Friday وانها today is holiday، يعني بقدر استنتج P وبقدر استنتج Q. specialization يعني اول واحدة كانت modus ponens اللي if B then Q عندي B بقدر استنتج Q، ومودس تولونس اللي كانت if b then q وعندي not is not q معناته بقدر استنتج not b، واللي بعدها generalization اذا عندي b بقدر استنتج b or q، specialization اذا عندي b and q بقدر استنتج b وبقدر استنتج q. القاعده الخامسه بتقول اذا انا اذا عندي b لحال وعندي q شو بقدر استنتج هون؟ بقدر استنتج P and Q. ليش؟ لأنه لما هاي بتكون صح وهاي بتكون ترو، وهاي بتكون ترو، هاي دائما بتكون ترو، بقدر استنتجها. ف if today is Friday today is holiday معناته بقدر استنتج إنه today is Friday and today is holiday. طيب ال elimination، if يعني عندنا P or Q
وكمان عندنا نطي معناته بقدر استنتج ايش الكيو. يعني مثال if today is Saturday or today is Sunday. انا بعرفش يعني today is Saturday or today is Sunday. بعدين بعرف انه today is not Saturday معناته today is Sunday. Modus bononis, modus tollens, generalization, specialization. والقاعدة اللي قبل هاي كان اسمها conjunction وهي اسمها elimination. هيك elimination ليش أنا لسه منها elimination؟ لأنه أنا في إشي أجا هون ولغى واحدة من من هذول اللي فوق نعملها elimination. طيب transitivity القاعدة السابعة transitivity. شو يعني transitivity؟ يعني if B then Q if Q then R يعني معناته بقدر استنتج if B then R. يعني if today is Friday لو عندي هاي الجملة if today is Friday then today is holiday. If today is holiday then I am happy. معناته دائما لما بتكون الجمعة أنا بكون سعيد. If today is Friday then I'm happy. هاي قاعدة السادسة السابعة هاي القواعد اللي نتعلمها. القاعدة الثامنة ظل ثمانية وتسعة بس يعني آخر ثنتين. لاحظوا أنا بعرف نقرأها من المثال الأول today is Friday or today is Sunday. إذا اليوم اليوم الجمعة أو اليوم الأحد. إذا اليوم الجمعة I am happy وإذا اليوم الأحد I am happy شو بقدر استنتج؟ إنه I am happy لأنها لاحظوا لاحظوا إنه أنا سعيد إذا اليوم الجمعة وسعيد إذا اليوم الأحد. وكمان اليوم الجمعة أو اليوم الأحد أو or فبقدر أستنتج R. هاي نسميها division into cases. وآخر رول آخر رول شو هذا في حدا خربش على الشاشة آخر رول عنا اللي هي اللي نسميها contradiction rule. في contradiction rule إيش في عنا؟ في عنا إنه بقول عن جملة بقول عن جملة إنه مثلا today is not Friday. أنا اللي بكتب على الشاشة يا طلابنا أعزاء في حدا بيكتب على الشاشة؟ بدي أحاول أعمل disable. طيب today is قلنا مثلا بقول today is not Friday وأنا بقول هاي الجملة false. أنا بقول في عندي جملة قلت today is not Friday today is not Friday اليوم مش الجمعة وهاي الجملة false. يعني إذا كان هاي النط تبع هاي false معناته شو بقدر استنتج؟ بقدر استنتج إن هاي الجملة true إنه today is إيش Friday. فهي يعني زي واحد بقول لي مثلا انه اللي تصدقنيش يا استاذ انه اليوم الدنيا مطر يعني انه اليوم الدنيا مش مطر معناته اليوم الدنيا مطر. If today is not Friday it is false يعني هاي الجملة false معناته today is Friday. هاي القواعد التسعة
اللي بتمكننا من للاستنتاج. القواعد هذول اخرى بالسكشن اللي بعده بدنا ناخذ اكزامبل على كيف نعمل لهم تطبيق وكيف نستخدمهم في الاستنتاج. هذا الجزء من المحاضرة.